عند سانسوني ينطلق بكرة إلى الأمام. سانسوني يمر، سانسوني يحاول من أمام قبيرلو، يمرر فرصة خطيرة لسانسوني. سانسوني يفتتح التسجيل، سانسا يسجل الهدف الأول. بداية قوية لسانسوني، وربما متوقعة على الإطلاق من اليوفنتوس. سدد كرة قوية، بوفون لا تمر مثل هذه الكرات على الإيطالي الكبير. الكرة اصطدمت، نعم اصطدمت بأوكبونا، وبالتالي تغير اتجاهها وجاءت صعبة على الإيطالي الكبير بوفون.